براستي تصاريح همنية اف مشكلة ال مزنا اللجنة مدى ايق موظفي ميا او موظف يشك يعني استقباله مراجعكا اي تصاريح ادوان مثلا يشي بك اي لازم بريد يخب هنا استخبارات شي بيني براستين هاني مقارنه بلشنا ايكرا عندي مثل مثلا قال بك نه موظف البسد لشنا تصاريح امنيه مو نه موظف يجي مثلا مسؤولي وانا بدهم موظفين البردستي اب في حاله يعني او شغلي خو براستي جي ما ايه <applause> بس بهي ترتينن، وشيت ترتينن، ام ايك موظفين ما، ايه شفيك مثلا تشيقك تأخير او شي بيه براستن هاني موكين تقريبا نهزار التصاريح اهميه ما يعني كاستمارة الاستخبارات ومكافحه الارهابي ايه موسلنا، و هي جوابنا هاتين، قال لك ام زحمه براستي او الويدري ام شارو شاد دواميت كان

هاجي مثلا مصادقه كر استئناف نينوى او تبيس صاك وتشو هداجي براستي ما قرار بيدانا ودويت مصابين اجي تقريبا صدقي عجلات اجي ما مثلا توصيه بيدانا وكامل من اجراءات يعني تقريبا هشت هشتو او مجين هشتو ربع هتا هشتو نيفم متشغلين هتا هتا دو وفدي أم كمثلاً كي مثلاً بيشتيم تين بشيف جي هاي شيء كامل نكرش كيش موظف أهمي بيت هما فيغا فين هانيت ال ال الفيدريجي أم مثلاً ال تصاري هم المادة جي براستي. أم أم شيتكن دا في سبيل أم شغلي عالمي برهيف ابشيف جي مثلا بتن ام دا بس شغلي عالمي نسأكن. ما دا أم مثلاً جناب قائم مقام جناب محافظ يعني هاريكاريا ما بكن موظفاه مربيين موظفاه زيادة بكن. دانكي أم حاسبة طابعة دانكي أم أم شغلي عالمي جي بريفة و, و عالم جي مثلاً بس غازن دناش ما بكن. يعني ما ناخوش يعني مثلاً عالم غازن دناش ما بكن.